السلام عليكم شباب بنات مشروبات عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مجموعه تمارين لشد ورفع الصدر. قبل اي حاجه عشان احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس توصلكم كل فيديوهات جديده. يلا بينا نبدا الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول، عايز اقولكم ان انتوا لو حابين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر عن منطقه السطر، افتحوا الديسكربشن او الوصف تحت الفيديو، هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بطريقه سهله وبطريقه مفهومه، وكمان هتقدروا تستوعبوها بشكل سريع وبشكل مفهوم جدا. تمام، حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض بيعتبر من اكتر التمارين اللي بتساعد وبتساهم بشكل كبير جدا على شد ورفع منطقه الصدر للاعلى، والتمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 15 عدد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن التمرين الاول في الحركه نفسها، ولكن الاستهداف واحد والفايده واحده. والتمرين الثاني يعني ايه؟ الاداء بتاعه اهم من الفايده نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني دلوقتي حارت عليكم وهنعمل مع بعض التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض. وتمرين ثالث محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. واخيرا حارت عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع مختلف تماما عن اول 3 تمارين احنا عملناهم مع بعض. وبرده التمرين ده محتاج انكم تركزوا في الاداء بتاعه علشان الاداء اهم من الفايده نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 20 عد. يلا بينا. وبكده احنا خلصنا حلقتنا شو ما احنا بتاعتون. دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليه في كومنت تحت وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهاتي الجديده كمان برده في نفس الوقت. ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. سلام عليكم.